المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل جسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات. دونك لا فيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة كما قريتو من العنوان بكيس من الفانيلا، غادي نتخلصوا من السواد اللي كيكون في المناطق الحساسه. بالنسبه لهاد الوصفات هادو صراحه طلبوا مني بكثره، خصوصا السيدات المقبلات على الزواج، وحتى وان يعني كنتم ماشي مقبلات على الزواج فالوصفه رائعه لتبييض المناطق الحساسه بواحد الشكل رهيب وسريع في نفس الوقت، يعني فوري، يعني ما غاديش تنتظروا واحد المده اللي هي طويله بزاف. فكنتمنى الاعجاب ديالكم هاد الوصفه، الى عجبتكم ما تنساوش تعملوا لها شير او بارطاج او تشاركوها مع صديقات الزملاء ديالكم في لي جروب فيسبوك وسي في لي جروب واتساب، باش ان شاء الله تعم الفائده للجميع، خصوصا السيدات اللي كيعانوا من السواد في المناطق الحساسه. وايضا تخليوا لنا تعليقات الاستفسارات والاسئله ديالكم تحت من هذا الفيديو، والنتائج ديالكم اللي صراحه هما اهم شيء، يعني بعد تجربتكم لاي وصفه طبيعيه خليوا لنا كيف جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا لا، واش تواتات معكم ولا لا، وكل هذه الاشياء حتى هي على راسي وعيني انني نرحب بها في لي كومونتير. وعلى بركه الله نمشيو واش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. وغادي نبدا باول مكون اللي هو الفانيلا. دونك هنا احتاجيت جوج ديال الاكياس ديال سكر بنكهه الفانيلا. بالنسبه لكل كيس كي سوا يعني 7.5 غرام لكل واحد فيهم، فانا هنا خديت جوج ديال الاكياس، ممكن تاخذوا ثلاثه ممكن تاخذوا اربعه، دائما الاختيارات والشواء دائما كيبقى اختياري، يعني دائما انتم اللي تختاروا شنو بغيتوا. انا هنا غير جوج ديال الاكياس فهما يعني اكتفيت بهم وكافيني في هذه الوصفه، وانتم ممكن تقللوا يعني تعملوا غير واحد او لا اكثر، دونك لو شو تيبقى لكم. بالنسبه لثاني مكون معنا في هذه الوصفه اللي هو القهوه سريعه الذوبان اللي كتجي بهذا الشكل هذا، نحاول نقرب لكم. دونك هنا خديت القهوه سريعه الذوبان كما سبق لي وذكرت، بالنسبه للكونتيتي تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال القهوه. بالنسبه للقهوه غتساعدنا على تقشير المنطقه والتخلص من الخلايا الميته، وغتساعدنا ايضا حتى على التخلص من السواد اللي كاين في المناطق الحساسه. بالنسبه لاخر مكون معنا في هذه الوصفه هو عصير الحامض او عصير الليمون. عصير الحامض معروف عليه التبييض منذ زمن طويل جدا، يعني كيبيض بواحد الشكل فوري وسريع، فهنا خديت تقريبا ما يعادل واحد 3 ديال المعالق اوسي ديال العصير ديال الحامض اللي كيجي بهاد الشكل هذا. فهادو هما المكونات اللي كيتكونوا من السكر بنكهه الفانيلا. كل كيس كما سبق لي وذكرت في بدايه الفيديو فيه 7.5 غرام، فخديت جوج ديال الاكياس، ممكن تاخذوا اكثر كما سبق لي وذكرت. وبالنسبه للمارك ممكن تاخذوا اي مارك بغيتوا، الحاجه اللي تناسبكم دائما خذوها، وابدعوا كما تشاؤون كما كنقول لكم. و القهوه سريعه الذوبان غنحتاجوها، وعصير الحامض. دونك ثلاثه المكونات بساط سهلين، غايه في الروعه، المنافع ديالهم صراحه، المزايا ديالهم اوسي لا تعد ولا تحصى. ممكن تبحثوا على كل مكون من بين هذه المكونات يعني الا بغيتوا اكيد، فيعني مكونات رائعه رائعه وكتستحق التجربه صراحه. فعلى بركه الله غادي ندوزوا لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. هنا غادي ناخذ القهوه ديالي كما كتشاهدوا، وغادي نوضع ليها الكيس ديال الفانيلا. كيما قلت لكم كل كيس كيسوى 7.5 غرام. هانتوما نحاول نستعمل الكيس الثاني. ونخلط كل هاد المكونات مع بعضهم البعض.
دائما البودرات نحاول نخلطهم بوحديتهم عاد نضيفوا لهم السوائل. نحاول نضيف داك عصير الحامض، ونخلط الكل. بالنسبه للكميه ديال عصير الحامض نتوما اللي كتحكموا فيها، يعني ممكن تقللوها كيف ما ممكن تكثروها. انا هنا غادي نضيف الكميه بالكامل. وغادي نخلط الكل. بعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا، نحاول نقرب لكم، يعني وصفه اللي هي ما جارياش بزاف وما عقداش بزاف. ممكن تخليوها عقده الا بغيتو، سينو ممكن يعني تخليوها في المتوسط. فبعد ما تصبح لينا بهذا الشكل هذا، غادي نطبقوها على المناطق الحساسه اللي فيهم السواد اكيد، وننتظروا واحد المده ديال نصف ساعه لو ماكسيموم، اي على الاكثر يعني ساعه ما نفوتوهاش. من وراها نغسلوا المنطقه مزيان يعني بالماء والصابون اكيد، ومن وراها نمسحوا المنطقه. ضروري من اننا نمسحوا المناطق الحساسه مزيان، نشفوهم من الماء. من وراها ممكن نستعملوا زيوت طبيعيه لترطيب تلك المنطقه، او اللجوء الى الكريمات او الفازلين. فدائما صراحه الاختيارات كيبقاو راجعين لكم على حساب نتوما شنو المتوفر يعني في المنزل ديالكم او في البيت ديالكم. فان كان يعني الفازلين ممكن تستعملوها، خصوصا ديال الحامض، لانه كتجيني انا شخصيا كتبيض المنطقه مزيان كما كنقولوا حنا على حقها وطريقها. سينو ممكن تستعملوا الكريمات، فتبارك الله يعني المحلات التجاريه سواء الكبرى او الصغرى يعني فيها بزاف ديال الكريمات، لو شوا يعني كبير بزاف. خذوا داكشي اللي بغيتوا، حيدوا داكشي اللي ما بغيتوش. وممكن تلجؤوا ايضا يعني للزيوت مثل زيت الزيتون، زيت ارغان، زيت جوز الهند، يعني ترطيب المناطق الحساسه فيه ريحه زوينه. وميمطو حتى زيت ديال البرد، حتى هو فيه رائحه غزاله وزوينه بزاف، فكتخلي المنطقه يعني معطره. فلوشوا تيبقى لكم على حساب نتوما وشنو بغيتوا، غير الاهم هو انكم ترطبوا المناطق الحساسه باش دائما تبقى معطره ومرطبه، يعني مزيته ما تكونش جافه.
بالنسبة لهذه الوصفة الناس اللي غيسولوني عليها شحال من مرة ممكن نستعملوها في الأسبوع؟ فممكن تستعملوها مرة واحدة في الأسبوع، فهي كافية باش تبيض لكم المناطق الحساسة كما شفتوا بوصفات ولا بلوتو بمكونات اللي هما بساط ورخاص، بحال يعني السكر بنكهة الفانيلا أو القهوة أو عسل الحمض. يعني هاد المكونات متوفرين في أي بيت وفي أي منزل ولله الحمد، وممكن يعني نبيضوا بهم المناطق الحساسة بدون لجوء الأشياء اللي هي باهظة في الثمن ديالها. فما تنسوناش بدعواتكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في لابخوشين فيديو. خليت لكم الراحة والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد إن شاء الله.